ينضم الينا مشاهدينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الاستاذ مصطفى الساقزلي. اهلا بكم استاذ مصطفى الى هذه الجوله الاخباريه، كيف تنظرون الى الهدوء الحاضر في طرابلس؟ طبعا خلال الايام الماضيه كان هناك معارك شرسه في عده محاور حوالين طرابلس، وكان الهدف منها صد الهجوم المباغت الذي قامت به قوات حسكر خلال الأيام الماضية. نجح الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني في صد قوات حفتر على كافة المحاور التي دخلت منها، وهي من الجنوب وعن طريق غريان جنوب الغربي كذلك وجنوب الشرقي من خلال ترهونة. وتقدمت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق لمراحل متقدمة خارج مدينة طرابلس وأمنت تلك المناطق، والآن بصدد المرحلة الثانية وهي تمهيد الطريق لمدينة غريان. نعم، أمام تصريحات حكومة الوفاق عند تقدمها في طرابلس، هل يمكن القول بأنها استعادت توازنها وقوتها على الساحة الدولية والإقليمية؟ نعم طبعا، صد الهجمة المباغتة التي قام بها حفتر في وقت لم يكن أحد جاهز لهذه المعركة، فالكل كان ينتظر في مؤتمر الجامع يوم 14، فعنصر المباغتة كان قوي، ولكن استرجع زمام المبادرة القوى الموجودة في المنطقة الغربية، وهذا يضعها في موقف دولي أفضل، فهي يعني دافعت عن المنطقة الغربية بالكامل الآن في تقدم عكس ما كان يتوقع حفتر حينما أعلن عن الحملة، كان يتوقع أن يتم تسليم طرابلس له. نعم. بكل سهوله، وكان يتوقع ان يعني لا تزيد عن 3 ايام الهجمه، لكن النتائج كلها الان عكسيه، والان المبادره بيد الجيش الليبي التابع لحكومه الوفاق. نعم، ماذا عن الدعم الدولي لحفتر لا سيما الفرنسي والموقف الامريكي الجديد؟ الحقيقه الموقف الدولي طبعا في العلن هو ضد الاعتداء الذي قام به حفتر، سواء الموقف الفرنسي او الامريكي او في العلن، يعني الكل يريد ايقاف الحرب وضد الاعتداء اللي تم، لكن في حقيقه الامر حفتر كان يعني يتم مساندته من عده دول من ضمنها فرنسا خلال السنوات الماضيه، ولعلكم سمعتم بموضوع العسكريين الفرنسيين الذين تم ايقافهم على الحدود التونسيه الذين كانوا داعمين لقوة حفتر. أما بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف الرسمي الأمريكي سواء من الخارجية أو من البيت الأبيض نفسه غير داعم لحفتر. هناك معسكر حفتر يعني يحاول استخدام المكالمة التي تمت بين ترامب وحفتر والتي لم يصرح عن فحواها باعتبار هذا يعني ضوء أخضر ودعم من الإدارة الأمريكية، على عكس ما صرح وزير الخارجية والمتحدث باسم البيت الأبيض. نعم، الأستاذ مصطفى الساقزلي المحلل السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.